صاحبي صورين بس صور نسب تفطر صورهم هنا هات شوية هنا يا اسماعيل خد يا عم الاجازه بتاعتك فين احسن فين من الباقي خد تعال تعال فين الباقي لا 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 يا راجل ماما كل سنة طيبة ماما شو انت طيب طيبين انا شاكرة لك اول اختاري ودعيلي بقى دعيلي ربنا يوفقك ويصلح حالك وحال اللي زيك وينصر مصر بالناس الشرف ومنهم حضرتك مين انا مش عارفه اسمك حد استاذ يحيى خلف ده من الناس الشريفه من الناس اللي تعبانه في الثوره وتعبانه في الميدان ربنا ربنا ان شاء الله ان شاء الله ينصرنا جاي النبي يا رب ينصر الشعب المصري ربنا كده صوم طيبين صوم طيبين تعالى والله احنا مطوخه صوت طيب هو دكتور مش انا دي انا برضه التحليل محدش خرجها بتطلع برضه بقى صوم طيبين اهل التوه ده هم بياكلوا في الشارع عشان يجيبوا حق عيالهم اللي مات صوم طيبين اهو انا جبت عليهم كله خالص لا مضغين السجاير ربنا السلام عليكم ما حدش يطمن ايه حرب 73 ده كلمه الحق هي دي كده شويه في الازازه بس شويه في الازازه صوم طيبين يا حاج طيب صوم طيب كده صوم طيب ما تكتب بقى لما تنزلها على النت اذا كنت او صحفيين نزلوا الساعه 2 الظهر عملوا معانا زي اليهود نزلوا الساعه 2 الظهر على اليهود انا جيت الساعه 3 الصراحه هم مش نزلوا الساعه 2 على حرب اكتوبر واحنا نزلوا على الساعه 2 يعني الفرق بينه وبين اليهود 9 ايام صوم طيب طيب ماشي ده عنوان الشبكة صوت طيب طيب كيرني؟ مين؟ الضباط الجيش بعد الكلب قاعد هنا لحد